احنا كبنات وستات بنسأل دايما عن ايه افضل المكونات الطبيعية اللي تساعد جسمنا على حياة افضل وبشرة مشرقة وبشرة صحية وشعر صحي وكمان صحتنا نفسها، صحتنا تبقى احسن. عشان كده منورانا النهاردة دكتور إيمان جمال، استشاري الصحة العامة والتغذية، عشان نعرف منها كل أسرار الحياة الصحية السليمة. خلوني أرحب بيها. أهلا وسهلا بك يا دكتور إيمان، منوراني. ربنا يخليك، أنا أول مرة أشوف نفسي. لا جميلة جميلة جدا ما شاء الله. النهاردة كمان لما تروحي برضو شوفي الحلقة كده تاني، وإن شاء الله هتنبسطي جدا زي ما احنا أكيد هنستمتع بوجودك معانا. وأول حاجة عايزة أسألها، أبرز الأخطاء اللي احنا بنعملها في نظامنا الغذائي، إيه اللي احنا بناكله بيدمرنا وإحنا مش عارفين إنه بيدمرنا؟ بصي، هو مبدئيا كده في حاجات أساسية احنا لازم نعملها، أو هي سلوكيات غلط احنا بنعملها من غير قصد مع رتم الحياة السريع. كل الحاجات دي بتسبب إن احنا يكون عندنا مشاكل، الحرق ضعيف، تعبانين، خملانين، عندنا كسل، بنعمل دايت وما بنخسش، بناكل كتير وما بنتخنش، فبتلاقي شعرنا بيقع مع اني باخد فيتامينز ومش عارف ايه وباخد مشي على الهير كير بتاعي. ففي حاجات اساسيه كده اهمها وحطي تحتيها 100,000 خط، هو النوم. ومش عدد ساعات النوم، هو جوده النوم. انا لازم ابقى حريص قوي على جوده النوم بتاعي، انا بنام امتى يعني بالليل، مش بنام الصبح، مش بفضل سهران لحد الساعه 1 2 واقول انا نمت والله 9 ساعات. 1 2 ده في ناس لازم تشوف الشمس بعد وبعدين الشمس تنام. انا نمت الساعه يعني انا 5 6 نمت وصحي الساعه 12 الظهر، نمت 6 ساعات، نمت 8 ساعات. ايوه بالزبط. انت نمت 8 ساعات معلي فيهم هرمون التوتر عندك، فتصحى تاني يوم مكسر. هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول عندك عالي، مشاكل صحيه جامده، تفضل حاسس بالقلق والتوتر، وزنك هيزيد، او يحصل عندك اكتئاب، هيحصل عندك حاله من حالات يعني الناس اللي بتبقى قلبه ليلها نهار والنهار ليل، ده تيجي لو جه صحي يوم الصبح يقول لك الناس بتتعامل ازاي الصبح؟ انا مش عارف انتوا الناس دي كلها صاحيه الصبح بتعمل ايه؟ صاحيين بدري كده ليه؟ ايوه في ايه؟ وكل الناس دي صاحيه، تحس ان هو قايم حاسس مع ان هو مش ده الصح. انت الصح بتنام بالليل وبتصحى بالنهار، وتصحى بالنهار ديت يعني بيقول لك من احسن الحاجات اللي تساعدك ان انت تحس ان انت الوقت فيه بركه وتقدر ان انت تنجز حاجات كثيره، ان انت اصلا تصحى قبل الفجر بنص دايما ساعه. دايما عندي سؤال كوني يا دكتور ايمان في الحته دي، عشان انا من الناس اللي لازم اشوف ضوء النهار وبعدين انام. اوكي. ما بقتنعش ابدا، ما انا كده كده زي ما حضرتك قلت، انا كده كده 6 ساعات او 8 ساعات، وساعات كمان بيبقى 12 و13 لو عندي اجازه مش مشكله يعني. انما جسمي بيعرف منين انا نمت ليل ولا نهار؟ يعني هو انت ليك اكل ولا بحلق؟ انت مش نمت، انت مش نمت، عايز ايه تاني؟ بصي بقى، احنا جسمنا مكون من مجموعه كبيره من الهرمونات، الهرمونات دي بيتم افرازها من الغدد اللي موجوده في الجسم. طيب الهرمونات دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تعمل، لازم تكون يبقى في توازن في الهرمونات دي علشان تقدري تعيشي حياه صحيه افضل. جسمي بقى بيعرف منين انا بالليل ولا نهار. في نوع من انواع الهرمونات ما بيتمش افرازه، هرمون النوم ما بيتمش افرازه غير بالليل، وهرمون التوتر ده اللي هو الكورتيزول بيتم افرازه بالنهار. طيب انا جه بالليل عليا وانا سهرانه كده وجميل ومودي حلو وقاعد حاطط قدامي الاكل والشيبس والحركات والبتاع وسهران، اللي حصل ايه؟ ان هرمون النوم المفروض ده يجي يبدا يشتغل، فانا قاعد بتفرج على الضوء الازرق اللي طالع من التلفزيون، من اللابتوب، من الموبايل، فالكورتيزول اللي هو المفروض خلاص يكون اختفى، لا قايم شغال معايا، شايف الضوء الازرق. صحيح. اللي هو طالع من الموبايل وكده، فهو شغال، فالنوم ومدي لجسمي ايحاء ان انا لسه بالنهار، خليك يا عم شغال معانا، احنا لسه قاعدين ومكملين. فالجسم شغال وعقلك شغال والكلى شغاله والمعده شغاله، كل حاجه كل حاجه كل الاجزاء كل الاجهزه الداخليه في الجسم شغاله، وما فيش اي اعتبار لهرمون النوم اللي تم افرازه. فيقوم هرمون النوم عامل ايه؟ نايم بقى، ما خلاص انا مش ماليش مكان دلوقتي، مش جاي تاني، مش جاي دلوقتي، اللي هو الميلاتونين. وكمان هرمون تاني اسمه الجروث هرمون او هرمون النمو، وده من اكتر الحاجات الغلط اللي بنشوفها عند الاطفال. يعني احنا بنقول اوعوا الاطفال تسهر، ليه؟ صح. لانه بيأثر على النمو بتاعهم، بيأثر على الطول، بيأثر على الادراك، وبيأثر على التركيز. هرمون النوم اختفى وهرمون الجروث اختفى، دولت ما بيتمش افرازهم غير ابتداء من الساعه 11 او 12 بالليل. جسمك علشان يبقى صحي لازم على الاقل تعملي 5 أو 6 دورات نوم. ايه دورات النوم؟ جسمنا بيقوم ب4 دورات مختلفة. الدورة الأولانية اللي هي عينك بتتحرك كده خفيفة لما تدخلي
تبداي تنام. وبعد كده في النوم العميق، ودي من يعني دي من اهم الحاجات، وحطي تحتيها 100,000 خط. انت لو ما دخلتيش في الديب سليب، جسمك واجزائك الداخليه الاعضاء الداخليه في الجسم مش هتعمل ريكفري، مش هتصلح نفسها، وبالتالي هتصحي تاني يوم عندك اكتئاب، عندك صداع، مكسره، تعبانه. في ناس تصحى تحس ان هي ما نامتش اصلا، ده انا مخي شغال طول ما انا نايمه. ليه بقى ما نمتش؟ لان انت لو في النوم العميق ده صحيتي، حد صحاكي، بتقومي مقرفه وتعبانه ومكسره ومش عارفه اعمل ايه. لكن امتى بقى جسمك يبقى خد الكفاءه بتاعته في اللي هي دوره النوم، اللي هي عينك بتبدا بترتعش فيها دي؟ لو انت صحيتي في الفتره دي تحسي ان انت عملتي اكتر من دوره نوم، جسمك اخد كفايته وتحسي ان انت مرتاحه. طيب الناس اللي هتسال سؤال، انا نمت بالليل بس الوقت اللي انا نمته بالليل قليل، فمش زي نوم النهار. هقول لك ايه، هقول لك خد قيلوله في نص اليوم. القيلوله دي هتدي جسمك الراحه، هتحس بعديها ان انت قايم فايق وقادر تكمل يومك بنشاط وبحيويه، والدنيا عندك زي الفل تمام. فعشان كده جسمك انت ليك اكل ولا بحلق؟ لا ليه اكل، هو لان الجسم الهرمونات لا دي كده بحلقه يعني كده بيطلب وبيتشرط. انا عايز انام في الميعاد الفلاني، عادي، علشان اقدر اعمل 5 أو 6 دورات نوم، فبالتالي اصحى كويس واقدر ان انا اكمل معاكي باقي اليوم. مش هيبقى في قلق، مش هيبقى في توتر، وكمان اصل عمل اصلاح او ريكفري للاجزاء الجسم الداخليه. كويس جدا. ده النوم اللي هو بيبقى سبب من الاسباب ان احنا صحتنا وجسمنا بتبقى يعني مضطربه لو احنا نومنا مش بيبقى عندنا مشاكل مش صحيه وعدم توازن في الهرمون. هل في اسباب تانية برضو، او في اكلات، في حاجات معينه احنا بنعملها ما بناخدش بالنا منها؟ في سلوكيات تانية. يعني احنا اول حاجه اتكلمنا عنها النوم. الحاجه الثانيه ازاي احنا ما بنقدرش نتحكم في القلق والتوتر. عندي امتحان، اعصابي تعبانه، قاعد عندي انترفيو، فانا قاعد ماسك التليفون 24 ساعه. والله انا النهارده يوم اجازه وقاعد مريح كده، ما امسك التليفون سكرول على فيديو على 2 على 3 على 4، ايه ده، انا فات مني ساعتين وانا قاعد ماسك التليفون. انا كده بصي كل السلوكيات دي مرتبطه بالهرمونات في الجسم، وهقول لك ليه. فكره زي ما انا بمسك الموبايل 24 ساعه سكرول، شورت فيديو شورت فيديو شورت فيديو، اللي بيحصل ايه، في نوع من انواع الهرمونات، من انواع هرمونات السعاده اسمه الدوبامين. الدوبامين ده بيتم افرازه امتى؟ عند الانجاز، عند تحقيق هدف. علشان كده تلاقي الناس الرياضيين اللي هم بتوع كمال الاجسام او الناس كده، يا عم انت جسمك حلو شكلك حلو، بتروح تعمل رياضه ليه؟ هو ما بيحسش بالانبساط ده والنوع السعاده دي غير لما بيلعب رياضه. هو ما بيحسش بالمتعه دي غير لما بيركب موتوسيكل. هو ما بيحسش بالمتعه دي غير لما بتطبخ لاولادها. هي ما بتحسش بالسعاده غير لما بتقرا روايه. يا ستي لسه في حد بيقرا؟ يا جماعه انا بتبسط بالقرايه. فتلاقوا هرمون الدوبامين ده بيتم افرازه عند الانجاز. الشورت فيديو ده بيطلع لك ايه؟ الفيك دوبامين، الدوبامين الكذاب. انا خلصت 1 2 3 4 5 6 7، فطول ما انا قاعده انا عندي بستنزف الدوبامين بتاعي. وبعدين بعد ما بتحطي الموبايل على وشه تحسي ايه؟ ايه ده، هو احنا المفروض نخرج؟ هو انا مطلوب مني ان انا اقوم البس واجهز؟ لا يا جماعه خلينا ناجلها لبكره اصل انا ماليش مزاج. وبعد ما تخلصي الساعتين ثلاثه تحسي ايه؟ اوف اليوم خلص؟ هرمون التوتر عندك زاد، ما انت بتتعرضي للاضاءه الضوء الازرق اللي بيبقى طالع من الموبايل. فدي كده بوظتي نوعين من انواع الهرمونات اللي موجوده في جسمك بحاجه تافهه. يعني الناس تقول لك ايه، اصل انا قاعد بسكرول على الموبايل. لا، انت بتعمل كارثه في مخك وفي هرمون السعاده اللي المفروض ان هو بيتم افرازه عند الانجاز. وكمان بتعلي عندك هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول. فيجي عنده امتحان مش قادر يركز، متلازمه 24 ساعه بمسك الموبايل، فين الموبايل؟ محدش شاف الموبايل. ولو مفيش النت قطع او فصل من عنده يفتح الصور، مش لاقي حاجه يعملها. انا ماسك، شوفي لو احنا قاعدين في طياره او في قطر او في اي مواصله، تلاقي كله ماسك تليفونه سكول سكول، قطع فصل النت اتجننا، الكهرباء ايه يا جماعه؟ المفروض ان انا في الحاله دي اعمل ايه؟ فدي اول حاجه انت لازم تعمل فيها اداره الاسترس. اداره الاسترس ان انت هتقلل استخدام الموبايلات على قد ما تقدر. في كل الموبايلات دلوقتي بقى فيها سكرينينج تايم، فانت تقدر تحدد الوقت اللي انت هتمسك فيه التليفون. وعلشان تبقى مور يعني تبقى اكتر انجازيه في شغلك وفي حياتك وفي كده، حدد ان الوقت اللي انت هتمسك فيه الموبايل قبل يعني في اخر يومك، بس مش قبل ميعاد النوم. يعني قبل ميعاد النوم بساعتين ثلاثه المفروض ما تمسكش التليفون، مش ان احنا نفضل ماسكين التليفون قبل ما ننام، لان انت تاني يوم هتصحى عندك هرمون القلق والتوتر زياده. لان انت بالليل قبل ما تنام عملت ايه؟ شحنت نفسي. وفي ناس كمان اثناء النوم تصحى تفتح التليفون تبص كده وتنام اللي بتبص على ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي اتغير في الكون؟ مدير اداره الدنيا لحسن حاجه تبوظ ولا حاجه ومحدش قال لي بالظبط.
فدي من الحاجات دي. الحاجة التانية اللي احنا ما بنعرفش نعمل فيها ازاي نقدر ندير القلق والتوتر. احنا اللي بنحط نفسنا في القلق والتوتر وبعدين نقول اصلا متوتر، اصلا انا قلقان، اصلا مش عارف ايه. انا مش بعرف اتنفس. التنفس اللي هو النفس اللي داخل واللي خارج دي من اكتر الحاجات اللي احنا بنمارسها غلط. فبالتالي بتخلينا نحس ان احنا عجزنا بسرعه. في ناس بتكسل تاخد النفس عميق او تاخد النفس ليوصل لكل المراحل اللي المفروض يوصل لها. لا، هو احنا متعودين، احنا بنقول الحمد لله انا في نفس داخل وخارج انا مش حاسس بيه. بس هو احنا المفروض علشان يعني نشغل الرئه ونشغل كمان اجهزه الجسم الداخليه لازم يكون عندنا تقعدي مع نفسك دقيقتين ثلاثه تتنفسي صح. النفس الصح وبطلعه من بقي، ده كده النفس بتعديها. حتى انت ممكن تحسبيها بالستوب ووتش على الساعه او تظبطي فيها ان انت تشوفي انت بتتنفسي ازاي. انت لما بتتنفسي صح ايه اللي بيحصل؟ اولا لو انت بتلعبي رياضه هتلاقي الكابتن دايما بيقول لك ايه، اتنفسي كويس، خدي نفس عميق وانت بتلعبي. لو انت ما تنفستيش كويس الاكسجين مش هيوصل كويس جدا للعضلات، فبالتالي هيحصل عندك كرامبات وتحصل عندك الام في العضلات. لو انت ماشيه او بتجري او بتمارسي اي حاجه هيحصل عندك مشاكل في العضلات بسبب ان انت ما تتنفسيش كويس. قبل ما تيجي تنامي لو ما عرفتيش انك تتنفسي كويس هتصحي بالليل حاسه انه لا جسمي واجعني، انا مش عارفه ليه بحس ان انا مصدعه. الناس بتحس بالموضوع ده اكتر ايه؟ الناس اللي بتصحى اللي يومها بيكون فيه منبهات كتيره زي الشاي زي القهوه وما فيش تنفس ولا جوده حياه، فبالتالي يقول لك انا حاسس انه انا في حاجه كده، في حاجه مضايقاني بس مش عارف ايه هي. دي بسبب ان انت اصلا ما انتش عارف تتنفس كويس. فاحنا موضوع التنفس ده من اكتر الحاجات الاساسيه اللي بتخلينا نعجز بدري، وبتخلينا كمان انه احنا مش عارفين ندير القلق والتوتر اللي موجود عندنا. طيب هل في بقى مثلا اكلات معينه تساعدني على النوم بشكل مريح وفي وقت بدري، واكلات تانية تعزز النشاط اللي انا لما اقوم بقى افطر حاجه معينه اشرب عصير معين؟ وبرده عايز اسال على حته الصيف، بتختلف صيف من شتاء؟ في حاجات معينه بتمدني يعني بعناصر بطبع تخليني ادفى بالظبط ابقى دفيانه، وعناصر تانية لا تخليني فريش كده وحاسه ان انا. طيب هو مبدئيا في الصيف ده احسن وقت للناس اللي عايزه تقلل وزنها ان هي تقدر تخس فيه. في الصيف اغلبنا بيبقى مش قادر ياكل. لو جيتي تتكلمي مع حد يقول لك اه لا ماليش نفس اكل. طب ايه الدنيا حر، الواحد الدنيا حر، انا عايز حاجه. لو جيتي تسمعي كده الناس تقول لك ايه، انا عايز حاجه ساقعه، انا عايز حاجه كده احس اني كده بس. طب تاخد مش عارف ايه، لا لا لا. طب تاكل لا مش عايزين طبيخ، لا مش عايزين مش عارف ايه. فاحسن حاجه انت ممكن تعملها السموذي في الصيف. حلو. السموذي ده عباره عن ايه؟ اول حاجه ممكن نشرب العصير الاخضر. كل انواع الخضروات الورقيه الخضراء تحطها فيه مع تفاحه وافوكادو. بقدونس، كرفس، جرجير، نص عليهم تفاحه خضراء واضرب في الخلاط واشرب. طيب احسن ان انا اشربه زي ما هو كده احطه من الخلاط واشربه بالالياف بتاعته ولا ان انا اصفيه؟ هنقول حاجتين. لو انت شربته بالالياف انت اخدت كميه كبيره جدا من الالياف دخلت جسمك، فما تعملش ما تشربوش بالالياف الا لو انت هتشربه مرتين في الاسبوع. طيب انت عايز تشرب منه على مدار اليوم صفيه عشان ما يبقاش دخل الجسم كميه كبيره من الالياف وتعمل لك مشاكل صحيه. تمام. دي اول حاجه. ممكن نعمل ايه تاني؟ هنفطر انا جعان بس زهقان، ممكن اعمل ايه؟ اجيب شوفان زبادي يوناني او زبادي عادي احط عليه مانجا او كيوي واشربه الصبح. هيبقى لذيذ قوي. لذيذ جدا. عايز حاجه تسقع قوي زود عليها مكعبين ثلج. طيب انا رايح الجيم وعايز حاجه تديني باور وتديني طاقه بالزبط. او مش عارف ايه او عندي شغل الصبح ومتعود ان انا اشرب قهوه. نفس الكلام، هنجيب الشوفان نحط عليه الاسبريسو اللي انت بتعمله وتزود عليه الحليب وتحط تنكهه مثلا بشوكولاته او بكاكاو. ادي اخدت حاجه صحيه. شوفان مع القهوه؟ اه جربيها. اه لا وانا لما بشربش قهوه اصلا يعني ما بحبش الشوفان ما باكلش شوفان. مستنيه اسمع دي بقى. ده حقيقي بصراحه، بس بيتقال كلام كتير قوي قوي يعني الشوفان انه مشبع ومفيد جدا جدا وانه يعني من احسن من الحاجات اللي بتبقى موجوده في الأنظمة الصحيه. بس هو الحمد لله يعني انا بحس انه للي محتاجينه بقى، لكن انا بحب الحاجات الطعم يعني ممكن كورن فليكس ده عشان زي بتاع الاطفال، بحب حاجه الاطفال قوي. كورن فليكس ده اكتر حاجه غلط انت ممكن تدخليها في نظامك الغذائي. ما باكلوش كتير بس انا بتكلم يعني اي حاجه طفوليه. مليان سكر ومليان مواد حافظه. انت ممكن بقى تستبدليه بالبني. دي من اكتر الحاجات الكامله المفروض. ولو انت ما بتحبيش هقول لك على حاجه بقى، لو انت مثلا ما بتحبيش الشوفان انت جربي تحطي عليه اضافات تخليه حلو. يعني احنا مثلا كسيدات بتعدي علينا 4 مراحل في الشهر، ف
فبالتالي بيبقى عندنا الهرمونات متغيره على طول. المود متغير. انا ممكن ان انا اعمل ايه عشان اظبط الكلام ده؟ عندنا في حاجه اسمها دوره البذور. البذور اللي هي ايه؟ بذور الكتان، بذور الشيا، بذور تباع الشمس، وبذور القرع. الحاجات دي انا باخدها بخليها عندي في برطمان ومكسها مع بعض وحطيها على الشوفان وحطي عليها الحليب. دي من اكتر الحاجات اللي هتوازن عندك الهرمونات، هترفع عندك هرمون الاستروجين الانثوي، وفي نفس الوقت هتظبط لك المود. عظيم. احنا برضو معانا دلوقتي على التليفون فريده، اكيد ليها سؤال، يعني عندها سؤال ليكي. الو. طيب تليفون قطع مع فريده. قطع. طيب معلش فريده، يمكن واضح انها استنتنا شويه. اوكي. طيب هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا ونستقبل تليفوناتنا. لو حد عنده اي سؤال ارقامنا موجوده على الشاشه، كلمونا. اوكي.